مساء الخير، ومبسوطين ان احنا موجودين معاكم النهارده. وبحب اشكر مها على المجهود الكبير اللي عملته. بجد هي حققت لي حلم من الاحلام اللي كنت بحلم بيها، ان احنا نجمع الاغاني بتاعتنا بتاعت الجدات والعمات عندنا في اسوان. وهي ابتدت المشروع وان شاء الله هتكمله بشكل اكتر وبتركيز اكبر ان شاء الله، وهتجمع حاجات انا شايف ان هي لازم لسه تتجمع تاني ان شاء الله. بس بشكرها على المجهود الكبير اللي عملته، وان هي قدرت تنقل الحاجات دي وتجيبها هنا القاهره، لان في ناس كتيره جدا ما كانوش يعرفوا ان في حاجه تانيه هناك الناس بتعملها، قبائل العربيه اللي موجودين هناك وكده. فانا بشكرها وبشكر مؤسسه اضف ان هي قبلت المشروع ودعمته بشكل كبير. شبكت الغشيم وقعت يوم غزالة، أخدها من الحكيم ياك ولا فيها عدالة. في شبكت الغشيم وقعت يوم غزالة، أخدها من الحكيم ياك ولا فيها عدالة. وقعت يوم غزالة، أخذها من الحكيم ياك ولا فيها عدالة. وسعت عراق غشيمة وغالي تباع رخيص، زعل اللي عارفة القيمة. في شبكة الغشيم وقعت يوم غزالة، أخدها من الحكيم ياك ولا فيها عدالة. في شبكة الغشيم وقعت يوم غزالة، شبكت الغشيم وقعت يوم غزاله،
خدها من الحكيم يك ولا فيه عدالة في شبكة الغشيم وقعت يوم غزال.